الاختلافات الزوجية العابرة وارد وقوعها بين الشريكين في أي وقت وعلى أي سبب خلال الحياة الزوجية، لكن الأزمة تكمن في تحويلها إلى صراع لا ينتهي إلا بالانفصال والطلاق. عشان كده لابد من معرفة الأسباب وإيجاد سبل لحلها. هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة طرفة المهالب، مستشارة أسرية واجتماعية. أهلا وسهلا بك يا طرفة. أهلا بك، حياك الله. من الطبيعي جدا أنه يحصل زعل وعتاب بين الشريكين، بين الزوجين، بين الأصدقاء، هذا شيء طبيعي، ولكن متى يتحول إلى شيء غير طبيعي؟ جميل جدا. دائما احنا نقول المحبة، العتب من المحبة طبعا هذا شيء معروف، لكن في هناك يعني نقاط رئيسية في تخص العتاب. دائما احنا كمختصين نقول يجب أن يكون العتاب، إذا أنت حاب تعاتب الشريك لازم يكون له هدف، يعني أنت واضع هدف لهذا العتاب، محدد الوقت المناسب لهذا العتاب. من الأشياء المهمة دائما نقول في علاقة زوجية، أنت لما تعاتب الشريك ما تعاتب، لما يكون في عتاب وزعل في الحياة الزوجية ما نعاتب الشريك كشخص، أنت فلان سويت كذا، نعاتب الموقف أو السلوك اللي حاصل، بحيث أنه سبحان الله لما نحن نتكلم في السلوك أو الموقف اللي حصل يخفف من حدة العتاب، وأنه يكون الموضوع شخصي هنا. لا، إحنا ما إحنا حابين نتكلم أنت وأنا، دائما نقول في العلاقة الزوجية أخرجوا من دائرة أنت وأنا، نقول الموقف اللي حصل كان في كذا وكذا، مثلا الموقف كان مؤلم، الموقف كان محزن، الموقف أحرجني، نذكر سلوك بحيث أنه نستفيد من أنه من هذا العتاب. النقطة الأخيرة اللي حابة أذكرها ودائما أكررها وحط تحتها ألف خط، لما نعاتب على موقف في الحياة الزوجية ما نرجع نفتح الملفات مرة ثانية بعد سنة بعد أسبوعين، خلاص حنا عاتبنا وتناقشنا وحطينا هدف وقفلنا هذا الملف. إذا رجعنا فتحنا مرة ثانية حنا وصلنا هنا أنه بدينا دخلنا من عتب وزعل بدينا ندخل إلى دائرة اللوم، اللوم والعتاب المستمر، هنا الإشكالية. أستاذة طرفة، طب خلينا نتكلم عن التراكمات، الكبت، هذه الأشياء اللي ممكن تكون أصلا مشكلة تافهة وبسيطة جدا لا تذكر، بعدين مع الوقت تخرج عن السيطرة وتصير مشكلة فعلا حقيقية وكبيرة، ممكن أنها تسبب حتى الانفصال أو طلاق أو إلى آخره. برأيك إيش اللي يخلينا نوصل لهالمرحلة، أو يخلي بعض الأزواج يوصلون لمرحلة أنه خلاص ما عاد يقدرون يسيطرون على الوضع والمشكلة كبرت وصارت فعلا كبيرة، خارج السيطرة؟ خارج السيطرة بالضبط. نقطة مهمة دائما نقول إحنا كمختصين في جانب العلاقات، نوع العلاقة الزوجية هي علاقة تكاملية، نعم، تبادلية تشاركية، ما هي تملك. نعم. فلما يكون الزوجين طبعا أسوياء، ما في أمراض نفسية، ما في انحرافات أخلاقية، ما في انحرافات سلوكية، احنا نقولهم لازم أن يكون عندكم وعي أن الحياة تكامل، يعني أنت والشريك تتكملون بعض، لأن الله عز وجل خلق كل شريك مختلف عن الآخر طبعا. وجودكم تكاملي، هذا شيء مهم. الشيء الثاني، يجب أن كل شريك يعرف حاجاته. دائما أنا دائما أقول في العيادة، أقول لازم تعرف ذاتك أولا قبل تعرف الشريك، تعرف على ذاتك، تعرف على أهدافك، على حاجاتك، على رسالتك في هذه الحياة، ومن ثم انطلق إلى الشريك، لأنه دائما كل شريك يعاتب الآخر وهو ما هو مناظر نفسه. لأنه ارجع إلى ذاتك، اعرف نفسك واحتياجاتك، أهدافك، نقاط ضعفك ونقاط قوتك، ومن ثم ننطلق إلى الشريك ونتعرف على الشريك. احنا دائما نقول نتعرف على الشريك، ايش المؤهل العلمي، ايش اسمه، هذا التعرف ببالنا يعني، لكن احنا كمختصين عندنا نقول لا، اعرف انه ايش ميوله، ايش رغباته، ايش حاجاته، ايش اهدافه، هنا يكون في تقارب وتفهم. مو لازم انه يكون متطابقين يعني وانتم هواكم واحد واهدافكم واحده، لا، لكن تفهمون بعض، هنا يكون في التفاهم والتناغم. بعض الأزواج يلجوا إلى الصمت في الخلافات أو إلى قطيعة الكلام، خلاص أنا زعلان، أنا ما رح أعلق، ما رح أتكلم، وأنا أصلا ما رح أتكلم معه، وقد يطول هذا الصمت. هل هذا يعتبر مؤشر سلبي أو يعتبر حاجة غلط؟ أو المفروض أن الواحد يقول ترى أنا زعلان من كذا أو أنا حصل كذا، ولا يخلي الشخص اللي قدامي يفكر ويحتار إيش أنا سويت؟ في بعض الأزواج يستخدمون هذا كعقاب. اي صحيح، لكن هذا احنا نقول من الجانب الشرعي ما يجوز، يعني لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليالي، هذا معروف كشرعا هو جانب شرعي، لكن كجانب نفسي جدا مؤلم انك تعاتب وبهذه الطريقه، يعني جدا مؤلمه للشريك. فطبعا انت يعني خطا انه يسمى هذا الطلاق العاطفي،
أساسا بداية الطلاق العاطفي يبدأ بهجر الكلام. في طرق كثيرة ممكن نبين فيها الزعل، ممكن أنه بالكلام أو بالأفعال، أو ممكن يكون ما نكون مثلا في العلاقة الخاصة يكون فيها هجر، هنا ممكن جائز وهذا ممكن يستخدم، لكن كالكلام لا يجوز وأثرا جدا. طب شوية دلع يعني، شوية قطيع. هو ممكن ما مثلا مو طوال اليوم أتكلم معك في الأشياء الرئيسية، في متطلبات الحياة، في القرارات، لكن إنه الانقطاع هذا بداية الطلاق العاطفي. طبعا الطلاق العاطفي دائما يسبق الطلاق اللي هو القانوني والطلاق الشرعي، فهذا يعتبر مؤشر خطير لما نصل إلى هذه المرحلة. طب خلينا نتكلم كمان طرفة عن الخلافات بحد ذاتها والنقاش. احنا دائما نقول أو المستشارين الأسريين يمكن والاجتماعيين دائما يقولون أفضل شيء النقاش والتواصل والكوميونيكيشن هو أهم شيء لنجاح العلاقة. البعض يقول لك أنه ناقش المشكلة في وقتها، والبعض الآخر يقول لك لا، اختار وقت مناسب لمناقشة المشكلة حتى لو انتهت المشكلة. أنت إيش رأيك؟ جميل السؤال، جدا مهم، لأن في بعضنا مأخذين جانبين، يا أنا نناقش يا أنا ما نناقش. أوكي. يا أنا خلاص نطنش المشكلة وهنا تصير تراكمات، واللي نناقش بنفس اللحظة أحيانا تصير قنابل أحيانا. صحيح. فحنا نقول لا، هي حسب المكان. أوكي. حسب الزمان، حسب الموقف، إيش هو الموقف هل يستدعي أن أناقش فيه، حسب استعداد الشريك. أحيانا الشريك يكون مضغوط، طيب عنده مثلا ميتنج، عنده مثلا سفر، عنده مثلا اختبار أو أي حاجة. نعم. فلما أتناقش معه وضع النفسي وهو مضغوط راح تكبر المشكلة. أحيانا في مكان عام. مكان عام، يعني في مشكلة بين الزوجين في مكان عام، صعب أنكم تتناقشون. لا، هنا نقول لا، وقف، ما نتناقش الآن. مثلا في الليل، دائما نقول في الليل ما نتناقش احنا كأزواج في الليل. طب واحد يبغى ينام عنده دوام بكره الصباح. صح. فنقول ترى انا ان شاء الله مثلا نؤشر انه الان الوقت غير مناسب، ودائما نقول في العلاقه الزوجيه لازم نتدرب على انه نقول الوقت الان غير مناسب، راح نتناقش ان شاء الله في وقت تكون عندنا فضاء ووقت يكون اروق. ندرب انفسنا على هذه النقطه، دائما نقول في العياده دربوا انفسكم على هذه النقطه، لانه راح تخلصون من الضغط النفسي. تنام وانت متوتر، ايش راح يكون، ايش راح يصير. لا، فكذا احنا نكون وزننا الامور، ما هي ناقش او لا انسحب، حسب المعادله، هي معادله. صحيح. البعض يقوم بترك المنزل سواء الزوج او الزوجه، يقول لك انا معصب لازم اسيب البيت عشان لا تتفاقم المشكله، او حتى الزوجه تقول لك لا انا حاروح عند اهلي. والبعض ممكن يفهمها بشكل خطا، اذا انت خرجتي من البيت معناته انت خرجتي من طوعي وانت خلاص ما ابغاك يعني، وممكن يتسبب بالطلاق. ايش الحل الوسط في هذا الموضوع؟ هل الخروج من المنزل يعد حل لسد هذه الخلافات او هذه المشاكل خلينا نقول، ولا ياتي بنتائج سلبيه اكثر؟ هو دائما يأتي بنتائج سلبية. يعني في الطلاق، الله عز وجل لما يعني يكون في طلاق تمكث المرأة في المنزل 3 أشهر. صح. بحيث أنه هذا الموضوع يساعد في أنه الالتقاء مرة ثانية، يكون وجهات النظر تقرب، ممكن واحد يكون منفعل يتراجع. لكن إذا طلعت المرأة من المنزل، ممكن الزوج يطلع ويرجع، شيء طبيعي، لكن المرأة إذا طلعت من المنزل تنتظر الزوج يجي يأخذها، بتكبر الفجوة. بعض الأشخاص تأخذهم العزة بالإثم، يعني سواء من المرأة أو رجل، يقول لا خلاص أنا عند موقفي. صح. تدخلات الخارجية، سؤال غير المختصين. مزبوط. يعني فاقم الأمور. في حل إيه؟ في حلول. لما أنت تسأل المختص في هذا الجانب في حلول، لكن إحنا نقول ليش إحنا بدل ما يكون الحل في مثلا يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وتنتهي المشكلة، ممكن يقعد وقت طويل، ممكن تقعد 6 أشهر 3 أشهر. يعني أنا مرت عندي حالة قعدنا نسوي العلاج الزواجي 6 أشهر. ليه؟ لأن المرأة خارج المنزل وفي يعني تدخلات خارجية، ما هي ضدهم لكن خاطئة، إحنا نقول ما هي علمية، ما هي منهجية. طبعا احنا في احنا نتبع نظريات ومناهج يعني واساليب يعني علميه، ما هي راجعه الى ذات المستشار او راجعه الى رؤيتي او لا، هي مناهج نمشي عليها في باذن الله قد ما نقدر نوفق بين الزوجين. ايش اغلب المشاكل اللي تمر عليكم طرفه او تسمعين عنها؟ تكون غالبا بين الازواج ويكون لها حلول، بس هم يمكن ما يعرفون هذه الحلول، لازم يلجؤون لكم. يعني أبرز المشاكل اللي اليوم تشوفونها في العلاقات الزوجية؟ ما في بينهم تفهم لطبيعة الأدوار. طبيعة الأدوار، أنت لما تكون فاهم إيش دورك،
فاهم ايش عندك مثلا، ايش دور الطرف الاخر، فاهم الاحتياجات، فاهم الرغبات. هنا قاعد يكون في بيننا حلقة اتصال. من ابرز المشكلات اللي هي كلهم عاملين، عمل المرأة حاليا، وجود الابناء يعتبر في التربية، عدم المشاركة احيانا في تربية الابناء، هذه من المشاكل. الضغط المادي هذه من المشاكل يعتبر. فتنظيم هذه الامور يساعد في تخفيف من حدة المشاكل. أستاذة طرفة المهيلي، المستشارة أسرية واجتماعية، شكرا لك، تشرفنا جدا بتواجدك اليوم معنا. شكرا، حياكم الله. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نشوف آخر فقرة اليوم. بعد الفاصل، الأهداف المستقبلية بين التخصص الجامعي والوظيفة المتاحة.